معكم أخوكم محمد رحمه الشامسي من براند رحمه الشامسي للمجوهرات. طبعا احنا شركة متأسسة في 1977 وصار لنا أكثر من 40 سنة في المهنة، وهذه المهنة مش فقط بزنس لنا، بالعكس هذه شغف، وهذه منتقلة من جد إلى أب إلى ابن، وإن شاء الله إلى أحفادي في المستقبل. مشاركنا هذه السنة ما بقول مثل السنوات الماضية أو السنة اللي قبلها، بالعكس هذه السنة تختلف وتتميز أن أطلقنا كوليكشن جديد اللي هو باسم نور دوت آر، واللي هو معناته نور أرحمه، وهذا أطلقناه لذكرى الوالد رحمة الله عليه. شكراً.